أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: الموتى هل يسمعون الذين يسلمون عليهم؟ الله أعلم بذلك. أمور القبور من أمور الآخرة ومن علم الغيب الذي لا نتكلم به إلا بدليل صحيح، بدليل صحيح من كتاب الله وسنة رسوله. لكن تشرع لنا زيارة القبور، السلام على الأموات المسلمين والدعاء لهم، وهذا ينفعهم بإذن الله، ينفع الأموات الدعاء لهم. زيارة القبور يحصل فيها اعتبار في الزايد والتذكر للموت، هذا الذي أمرنا به. أما هل يسمعون أو لا يسمعون، هذا ما لنا فيه شر، هذا سواء يسمعون أو ما يسمعون ما لنا فيه شر، نعمل ما شرع لنا وما أمرنا به.